سيد رجب، كلميني على سيد رجب سيد رجب، ومعظم أضواء معظم مشاهد الكتير مع سيد رجب يا محمد ممدوح. بعد ايوه كده سيد رجب هو فعلا زي النسمة، بيجي التصوير ما بنحسش بوجوده خالص، ولو اتكلم يبقى هيقول حاجة حلوة، هيقول كلمة حلوة، هيديني طاقة حلوة، هيريحني. الشغل معاه ممتع ومتواضع قوي. انا بحس ان هو مش عارف حجمه، لا هو دايما عامل زي الطفل، واللي هو مش، لا بس انا شايفاه حاجة كبيرة قوي، وهو بيتعامل على اساس ان هو طفل صغير جاي يلعب، جاي يحب، جاي يتحب. فلا سيد رجب ممثل عظيم.